أهلا بكم إلى قراءة ثانية. يعرف الإنسان نفسه بما هو عليه أو بما ينتمي إليه، لكن الأمر أكثر تعقيدا. مسألة الهوية والأسئلة المرتبطة بها متشابكة وملتبسة، يتداخل فيها الثقافي بالتاريخي بالديني بالسياسي الواقعي بالمتخيل. في هذه الحلقة نحاول مقاربة هذه المسألة وقراءتها قراءة ثانية. النقاش بعد التقرير. تشير الهوية إلى مجموع خصائص الفرد في تعريفه لذاته، بما في ذلك انتماءاته إلى جماعات، ولا يمكن فهمها واستيعابها إلا بعلاقة الفرد بالجماعة وعلاقة الجماعة بالجماعات الأخرى. عربياً يقول جميل صليبة في المعجم الفلسفي إن مصطلح الهوية بضم الهاء ليس عربياً في أصله، وإنما اضطر إليه بعض المترجمين لتمييزه عن مصطلح الهوية بفتح الهاء الذي يحمل معنى آخر. وبشكل عام يعني مصطلح الهوية عربياً منظومة الخصائص والعناصر المادية والمعنوية المكونة لوجود الفرد التي تميزه عن غيره رغم وجود عناصر وخصائص متشابهة بينهم، ويشمل ذلك الانتماءات إلى جماعات مختلفة. ترتبط هذه العناصر ارتباطاً وثيقاً بعامل الوعي، فالفرد مثلاً يمتلك عناصر هوية ما عند الولادة مثل اسمه وجنسه وانتمائه العائلي والوطني، لكن هذه الأشياء جميعاً لا تصبح جزءاً من هوية الفرد حتى يعيها ويعرف نفسه بها عبر التفاعل والعلاقات مع الآخرين. ويرجع الفيلسوف الكندي المعاصر تشارلز تايلر مفهوم الهوية إلى الشعور بالرابطة والهدف المشترك، فالشخص يشعر أنه ينتمي إلى شعب معين عندما يشعر برابطة مع أولئك الذين يكونون الشعب وتربطه معهم قيمة مشتركة قوية أو هدفا قويا. وهذا يعني أن قيم هذا الشعب تصبح جزءا عزيزا من هوية هذا الشخص. ويرى تايلر أن للدولة الديمقراطية هوية سياسية تتمثل في أن الأفراد ينظرون إليها على أنها الكيان الذي ينتمون إليه بالرغم من كل شيء، وهي كيان للجميع بلا استثناء، مما يعني وفقاً لتايلر صعوبة نمو هوية حديثة في الدول غير الديمقراطية، حيث يضعف كثيراً عامل المواطنة والانتماء. أما عزم بشار الذي توقف عند الإشكاليات الكبرى التي تطرحها قضية الهوية في بحثه المعنون تأملات في مسألة الهوية، فيعتبر أنه لا توجد مسألة هوية حين يكون الانتماء إلى جماعة مباشراً غير مفكر فيه. أما مع تمايز الذات الفردية المستقلة عن الانتماء إلى الجماعة، فعندها فقط تنشأ مسألة الهوية والهويات مميزاً بين الهوية والتعصب، وبين الهوية وأدلجة الهوية، ومشدداً على أن الطائفية المذهبية أو الدينية لا تشكل هويات ثابتة عبر الزمن. أهلاً بكم مجدداً. الهوية والهوية العربية، المحددات والإشكالات، موضوع هذه الحلقة من قراءة ثانية، ومعي لمناقشته المفكر العربي الدكتور عزم بشارة. دكتور عزم، مرحبا بك. أهلا، مساء الخير. نبدأ من تعريف مفهوم الهوية. هل الهوية شعور غريزي؟ هل هي تصور عن الذات في الجماعة؟ بطبيعة الحال تصور واعي أو غير واعي. هل لها تمثلات مادية وأحيانا قهرية بفعل السلطة أو بفعل الدين؟ صحيح، كل هذا معا الحقيقة، يعني هو موضوع لأنه فعلا معقد ومتشعب، ولذلك يصح عليه ما قلت. لكن في الأصل الهوية مصطلح فلسفي لا يلائم المقام ولا يتسع المجال لشرحه كفلسفيا، لكن بالأصل نتيجة لترجمة حاجات الفلسفة العربية بالقرن الرابع والخامس الهجري للترجمة عن الفلسفة اليونانية، جاءوا بالهوية والماهية من ماهية والهذية من هذا، والهوية من هو يعني، ما يعني هوية الشيء يعني مجمل صفاته الرئيسية التي تميزه عن غيره بما هو كائن، بما هو موجود، هذه الصفات. لكن طبعا عندما أقول، وهذا بطبيعة الحال تطور إلى علم الاجتماع والأنتروبولوجيا وأيضا إلى اللغة الدارجة، ما نقصده الآن باللغة الدارجة حين أقول لك مثلا دكتور محمد اليحيائي إعلامي، إذن هو ينتسب إلى
إلى فئة الإعلاميين، هذه بنسميها إحنا كاتيجوري، فئة ينتسب إلى كاتيجوري الإعلاميين، فئة الإعلاميين. هو من عمان إذا ينتسب للعمانيين، هو يقيم في قطر ينتسب إلى المقيمين في قطر، يعمل في التلفزيون العربي ينتسب إلى الجماعة التي تعمل في التلفزيون العربي. إذن كل صفة من صفاته ممكن تحويلها إلى انتماء إلى جماعة، كل صفة هي انتماء الجماعة، لكن ولكنها ليست هوية مستقلة، يعني هذه ليست هويات، هذه صفات ضمن هوية جامعة. لا هي نعم نعم صحيح، دعني أستمر وسترى ما أقصد ذلك. يوجد أيضا عناصر أخرى في ذاته الداخلية لأي إنسان ليست بالضرورة انتساب إلى جماعة، لكن هي صفات جوهرية يعتبرها هو، يعتبرها الإنسان أو هي مكونة لشخصيته أساسية يريد أن يظهرها، بعضها يريد أيضا أن يخفيها، في أشياء يريد لا يريد أن يظهرها، لكن في أشياء يريد أن يظهرها يعتبرها مهمة. هذه الأشياء التي يعتبرها مهمة في شخصيته ويريد أن يتعامل معه الآخرين على هذا الأساس يعتبرها هوية ذاتية. وفي مجموعة الانتماءات التي له هي أيضا تتفاوت في الأهمية بالنسبة له، ينتمي إليها بدرجات مختلفة من العاطفية، يعلق عليها أهمية مختلفة على كل هذه من الانتماءات التي ذكرتها. ولذلك حين يعطى استمارة ليعبئ كيف تعرف نفسك، أولا مسلم، ثانيا عربي، ثالث أو أولا عربي ثانيا وثالثا عماني وخامسا إعلامي أو أولا إعلامي، حسب ما هي الأمور الرئيسية التي يعرفها في هويته. هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث أنه بعض هذه الأمور تتمأسس تتشيئ خارج وعيه عن طريق المؤسسات، عن طريق المؤسسات المختلفة، مثلا المؤسسات الثقافية التي تعبر عن هوية جماعية للمجتمع الموجود، مثلا مؤسسات ثقافية عربية، دور نشر، جامعات، مدارس، مناهج تعليم، قوات مسلحة، المواطنة، الجنسية، كل هذه الأمور لها مؤسسات، ومؤسسات تعمل باستمرار على تكوين شخصيته، أنه أنت أولا عماني، أنت أولا قطري أو سوري أو أردني، أنت أولا عربي. هذا طبعا يؤثر طبعا في تشكيل هوية الناس، وفي بعض الناس ينصبون أنفسهم إيجابا أو سلبا على فكرة للتعبير عن هذه الهويات الجماعية، في بتنصيبهم أنفسهم هذه النخبة الثقافية التي تنصب نفسها أو تنصب أو تنتخب أو لا تنتخب تعبير عن هذه الهوية الثقافية، في إنتاجها الفكري والروحي والخطابها السياسي والكذا تسهم في إنتاج هذه الهويات. هل هذا ما يقصد به الآن الهوية القصرية المفروضة من الأعلى، من السلطة أو من المجتمع أو من المؤسسة مثل ما تتفضل؟ يعني الآن هي مفروض، ما هم السؤال ما معنى القرض، هي مفروضة بالقوة ولا بالهيمنة الثقافية؟ لأنه نحن نميز بين السيطرة والهيمنة. الهيمنة، شوف الكلمة عربية الأصل، وهم أجمل بالإنجليزي هيجيموني، لكن الكلمة عربية هيمنة. الكلمة الهيمنة تعني السيطرة دون استخدام القوة، يعني السيطرة الهيمنة أنت تهيمن نتيجة لقوة الخطاب دون استخدام القوة المادية. نعم، نتيجة دون استخدام القوة المادية، نتيجة لقوة الخطاب، نتيجة لقوة الإقناع، نتيجة للوجدان، نتيجة للإقناع العاطفي، whatever. يعني الهيمنة تتشكل نتيجة لفعل النخب والمؤسسات وتأثيرهم على المتلقين، على أولئك المتلقين. هلأ هذا حتى أضيف الجزء الأخير من سؤالك، يعني متشكلة كيف إلى آخره. نفترض أنه أنت عربي مسلم في دولة أوروبية، إذا تم التعامل مع كونك عربي ومسلم إيجابي من قبل هذه الدولة، قد تفاخر بهذه الهاي، لأنه هذا يصبح عنصر، يعني رأس مال اجتماعي مفيد لك أنك عربي ومسلم. إذا كان التعامل سلبي، قد يحصل أمرين حسب شخصيتك، قد يكون رد فعلك بإخفائها أو تهميشها والتظاهر بأنك أوروبي كامل وكذا، تؤكد على هذا الجانب في هويتك اللي أصبح يتنامى باستمرار، وتهمش كونك عربي ومسلم لأنه لا تريد أن تظهر ذلك، وربما حتى تقتنع بذلك داخليا. وربما يكون رد الفعل بالعكس، يصبح عندك تشديد عليها للتحدي، لأنه تشعر بالإهانة، تشعر بالإهانة لكرامتك، إنه يجري التمييز ضدك بسبب هذه الهوية، بسبب كونك مسلم أو عربي أو مسيحي أو تبر، فتبرزها خصيصا للتحدي. هذا يتوقف على طبيعة الشخصية، على طبيعة الإنسان. إذن طبعا المحيط، كيف يتعامل الآخرون، تحديدا مؤسسات أكثر الدول، كيف يتعامل
كيف تعامل من طرف هذه المؤسسات يؤثر كثيرا أيضا في ما نسميه الآن في اللغة الدارجة هويتك. طيب ماذا عن الهويات أو ما يوصف بجماعات الهوية؟ يعني ما هي جماعات الهوية؟ الآن حضرتك تحدثنا عن الهوية وتحدثت عن الهوية الفردية أو الشخصية، ولا أعرف هنا أيضا جزء من السؤال إذا كان يمكن للفرد أن يشكل هويته الخاصة رغما عن المحيط، رغما عن المؤسسة، رغما عن كل الظروف المحيطة. نعم، هو شوف الفرد هو أصلا قضية الهوية هي قضية حديثة مع نشوء الفرد، لأنه قبل ذلك كانت فقط مصطلح فلسفي، مصطلح فلسفي كما قلت حول مجمل صفات الشيء. لكن تحول الهوية إلى قضية اجتماعية وقضية في علم النفس الاجتماعي وقضية أنثروبولوجية يعني وقضية ثقافية، هذه قضية حديثة لم تكن قائمة في الماضي. يعني تحدثت معك في البداية حول الإنسان الذي لديه انتماءات مختلفة لجماعات مختلفة، جماعات هوية مختلفة، جماعات هوية، جماعات انتماء مختلفة، يصبح باسمها يوجد ناطقون ونخب تمثلها، هذه جماعات الهوية، يعني جماعات انتماء يمثلها ناس بخطاب ثقافي معين. لكن في الماضي ده أكمل من هذا. في الماضي عندما كان الإنسان يولد في عشيرة ممتدة أو عائلة ممتدة أو قبيلة، في الماضي أقصد ما قبل الحداثة، ما يعني هذا الانتماء الرئيسي، لا توجد انتماءات كثيرة أخرى، حياته يعني حياته واضحة ما هي، مكانته في الكوميونيتي في الجماعة مكانته تحدد كل ما يفعله، واجباته التزاماته كلها تحدد منذ مولده حتى مماته حتى وفاته، خط حياته مرسوم سلفا، لا توجد هنا قضية هوية وتفكير انعكاسي بالذات وهوية الإنسان وانتماءاته إلا نوادر الرحالة المتجولين، الشعراء المتجولون، أمثال المتنبي وأبو العلاء ومش عارف، يفكرون بهويتهم، ينظرون الصعاليك يشكلون حالة في التفكير الانعكاسي بهويتهم القبلية مثلا. لكن حتى هنا القضية بسيطة، إما أنت في القبيلة أو خارجها، لا يوجد تفكير بتعدد الهويات مثلا، تعدد الجماعات، تعدد الانتماءات. والتفكير الإشكالي بالذات، ما هي الصفات الرئيسية التي تهمني، كيف يتعامل معي الآخرون، تدخل هنا المسألة المهمة من هذا الزاوية وهي مسألة الكرامة اللي بتصير فيها الهوية جزء من تشكل كرامة الإنسان، تشكل شخصيته. طيب الآن انتقال الهوية كما ذكر دكتور عزمي من الفلسفي وحتى من الجماعي إلى الفردي، هل هذا يعود أيضا إلى تطور مسألة الفردانية طبعا في الغرب مثلا في أوروبا وامتدادها طبعا إلى المنطقة العربية، كل البلدان، المجتمعات الحديثة عموما، المجتمعات الحديثة يتفرد فيها الفرد، بمعنى يصبح هنالك نسميها أوتوماتيك تذرر، يعني الجماعات العضوية التي يولد إليها لا تعود هي المكون الرئيسي في شخصيته، تكون موجودة في بعض الحالات تتفكك طبعا. احنا نقول تذهب عصبية القبليات، ماذا معنى ذهبت عصبيتها؟ يعني لم يعد الانتماء إلى هذه وتفككت إلى عشائر، أصبح الانتماء إلى عشائر. طيب دخل أبناء هذه العشائر إلى المدينة وتبنوا حرفا معينة، يصبح هنالك انتماء لجماعة الحرف والكذا، أصبحوا مواطنين، يصبح انتماء للمواطنة، أدركوا للجامع الثقافي الذي يجمعهم مع بقية العرب، دخل الانتماء العربي. إذن تدخل انتماءات عديدة أخرى، يبدأ الفرد بالتفكير بهويته الفردية المنفصلة عن الجماعة العضوية التي ولد فيها، التي ولد إليها، مثل القبيلة والعشيرة وإلى آخره. نعم، فالقضية وهذا طبعا جاري في كل الأماكن في العالم التي جرى فيها تحديث المجتمع والاقتصاد، وأصبح الناس ينتقلون يغيرون أماكن سكنهم ليعملوا. يعني أنت كنت تولد في المكان وتعيش فيه في داخل إطار المجموعة وانتهى الموضوع. الآن الناس تذهب إلى مكان آخر تتعلم، تذهب إلى مكان ثالث للعمل، ينتقل سكنهم من مكان إلى مكان، نشأت مؤسسات حديثة لها علاقة مباشرة بالفرد، لا تقبل بوساطة الجماعة العضوية بينها وبين الفرد لها، مثل المواطنة مثلا، مثل انتماءات الطائفية المختلفة، الانتماءات المهنية، الانتماءات الاتحادية مثل النقابات، جمعيات الطلبة إلى آخر ذلك، كلها تدخل في تشكيل هوية الفرد. طيب هذا يثير سؤال دكتور عزمي بشارة، الآن مع التنقل، مع تنقل الأفراد وتنقل الجماعات إن كان داخل الوطن العربي أو خارج الوطن العربي، هنا يعني هل تصبح الهوية إن كانت بالمعنى الفردي أو الجماعي في حالات التنقل هي مسألة تعريفية تمييزية، أعرف نفسي، أميز نفسي عن هذا المجتمع الذي ذهبت إليه ولكن لا أنتمي إليه، أم هي مسألة أيضا حمائية تسييجية
أن الشعور أحياناً بأنني يجب أن أحمي هذه الهوية الصغيرة أصبحت في مجتمع أوسع تحديداً في الغرب بالنسبة للعربي والمسلم على سبيل أو العربي بشكل عام. يعني هذا يعني لا أستطيع أن أجيبك جواب قاطع على هذا الموضوع، أستطيع أن أقسمه عدة سيناريوهات عدة احتمالات وفقاً ل أولاً وفقاً لنفسية الفرد. لا نستطيع بدون أن نأخذ بعين الاعتبار بنيته النفسية حتى الأخلاقية، كم تهمه الانتماءات، كم تهمه التأكيد على ذاته وعلى هويته يعني في مقابل الآخر. هذا طبعا مهم هذا العامل. في ثانيا العوامل الاجتماعية، كيف يتعامل المجتمع مع انتماءات الفرد، مدى التسامح في تعدد الانتماءات، هل يوجد تشديد على هوية واحدة يجب أن تكون هي الأساسية مثلا في قضية الولاء. مثلا عندما تنشأ قضية مثل الولاء، إنه الدولة الحديثة تطالب بحد أدنى من الولاء لا يشاركها بأحد، مثلا في الدفاع عن الوطن لا يشاركها أحد بهذا الولاء. إذا دخلت القبيلة وقالت لا، ولاءك الرئيسي هنا لأنه نحن في صراع مع القبائل الأخرى ورئيس الدولة ينتمي إلى قبيلة كذا، إذن لا، القضية الولاء للقبيلة قبل ذلك. هنا ينشأ صراع هويات حقيقي، وقد يدخل الفرد إذا لم يكن متماسكا وواضح ما الأمور بالنسبة له، واضح الأمور ماذا تعني المواطنة وكذا، قد يدخل في أزمة هوية نسميها أزمة هوية. وفي هذه الحالة يمكن أن تكون الدولة هي الهوية، هي الانتماء، وإن بشكل قصري بشكل إكراهي. نعم، على مستوى معين، على مستوى شوف الدولة هي مؤسسة قصرية بدون أي شك، يعني هي ولكن لا بد منها، يعني بمعنى إنه الدولة في بحكم تعريفها هي مؤسسة تشريعية، أولاً تسن القوانين لسكانها وبهذا تمارس السيادة على سكان وأرض، وتحتكر العنف لكي تتمكن من تطبيق هذه القوانين. فمجرد احتكارها للعنف، لكن احتكارها للعنف هو احتكار استثنائي يمنع العنف في المجتمع، يعني احتكارها للعنف هو ما يمنع الفتن واستخدام العنف الفردي في المجتمع. فهذا معنى قصرية. نعم، هي مؤسسة قصرية، هي مؤسسة أو هيئة قصرية، لكنها ضرورية، ولكنها ضرورية لأنه من دونها المجتمع يكون في حالة حرب. يعني فالقصرية هنا قد تكون إيجابية. نعم، لكن الإنسان عندما يولد لمواطن، يعني لا يختار الإنسان عموما، طبعا بعض الناس المرتحلين المغتربين المهاجرين يجدون أنفسهم في وضع كأنهم اختاروا هويتهم عندما يهاجر إلى الولايات المتحدة أو يهاجر إلى أوروبا أو يذا، كأنه يعني كأنه هو أو أولاده عمليا يختارون مكان جديد، هوية جديدة، ثقافة جديدة بالإضافة لهويتهم. لكن غالبية الناس يولدون في دول ويموتون فيها دون أن يختاروا هذه المواطنة، لكن العلاقات الاجتماعية والمؤسسية، يعني هو يتعامل يوميا مع مؤسسات تتعامل معه بوصفه مواطن، سواء على مستوى الخدمات أو على مستوى القيود والتقييدات، هذا يؤكد على هويته كمواطن سواء اختار أم لا. يعني هذا يعني يجعل بالتدريج يتبنى هذه الهوية حتى التي لم يختارها، لأنه التعامل محيطه وتعامله هو مع محيطه يتم على هذا، يعني هذه هي القناة التعامل بينه وبين المؤسسات. أوكي؟ فنعم، لكن يعني تصبح الهوية المواطنية هوية موجودة، لكن إذا كانت الدول لا تتعامل مع الأفراد على هذا الأساس، بل على أساس ابن مين نسبه، أو تتعامل معه على أساس طائفته، أو تتعامل معه على أساس هوية الإثنية الأقوامية، يعني الثقافة التي ينتسب إليها، أو أصله، وليس على أساس مواطنته، تهتز الهوية المواطنية. بس هذا شكل من أشكال التمييز يأتي من الدولة. هذا التمييز من الدولة يغير، يعني يهمش الهوية المواطنية ويجعلها هوية هشة ممكن أن ينحل عقدها في أي وقت، مثلا في ظروف اهتزاز اجتماعي كبير تعود الناس إلى انتماءاتها الأولية مثل الطائفية والعشائرية وغيره التي تحمي نفسها. طيب، إذا عرفت كيف يعني؟ نعم، تفضل. يعني هنا الكيفية التعامل، نحن جبنا مثل في أمثلة أخرى. صحيح. كيفية تعامل المؤسسة اللي في هذه الحالة الدولة مع من ينتسبون إليها في هذه الحالة المواطنين، تحدد هل تتحول مواطنتهم إلى هوية أم لا. طيب، أنا استوقفني الآن ما ذكرت دكتور عزمي بشارة عن الهوية الهشة. يعني هنالك من يقول أن هنالك هويات وطنية هشة، بمعنى هشة مصنعة
وجدت حتى من تواريخ ربما يعني مستلبة بإمكانك أن تصفها بالتواريخ المنتحلة عبر مناهج التعليم، عبر الخطابات الإعلامية، عبر الأناشيد الوطنية. يعني إلى أي مدى هذا الشكل من أشكال الهويات الوطنية الهشة بين قوسين يمكن أن يصمد في حال تغير النظام؟ نعم. بأي فعل من الأفعال؟ نعم. يعني دعني أولا أميز للمشاهد، دعني أولا أميز بين مصنعة وهشة. مصنعة كل الهويات مصنعة، لا توجد هوية غير مصنعة. الهشة والصلبة والمتينة كلها هويات مصنعة، لأن الإنسان لا يولد مع هوية. وعلى فكرة غالبية الأمور المهمة في حياتنا مصنعة، يعني مصنعة ليست كلمة سلبية، يعني مركبة، يعني مصنوعة، مش مصطنعة، يعني مصنوعة. بما غالبية حياتنا مصنوعة، يعني غالبية ما نكتسبه نكتسبه بعد أن نولد، ليس بالولادة. الأمور التي نولد معها محدودة، صفاتنا العضوية والجينية، صفاتنا الجينية هي التي نولد فيها، باقي الأشياء طبعا مصنوعة. من أهم هذه الأمور المصنوعة هي هوياتنا، انتماءاتنا إلى العائلة التي نولد فيها، ثم لاحقا المدرسة التي نذهب إليها، الحي الذي نعيش فيه ونربى فيه، المدينة، الدولة التي نولد فيها، كلها إذا تحولت إلى هويات، بمعنى إذا تحولت إلى انتماءات مهمة للفرد تعني له شيء في حياته، أي تصبح هويات، كلها مصنعة. لأن هشة أم غير هشة يعتمد، يعني إذا كانت كما قلنا، أنت أخذت المواطنة وأنا مسؤول أنك مصر على المواطنة، هي القضية الرئيسية الآن. إذا كانت الدولة تتعامل مع المواطنة بجدية، يعني فعلا تقوم على أساس المواطنة، بمعنى تتعامل القاطنين فيها لكونهم مواطنين في قضايا مثل المساواة أمام القانون، مثلا أمام القانون كلهم يتساوون، أو في قضية الخدمات. طب ليست كل الدول دول ريعية لديها أموال من النفط تستطيع أن توزع خدمات، لكن القدر الخدمات الممكن الموجود، يعني ليست، يعني على الأقل يشعر المواطن أن الخدمات التي تقدم تقدم للجميع بالتساوي، يعني أن الدولة مثلا إذا مواطنها عومل بقساوة في دولة أخرى تهتم به لأنه مواطنها وليس تهمله، أنه غير، يعني يشعر أنه مسألة المواطنة مهمة له في حياته. طبعا هنا تصبح المواطنة هوية متينة، هوية صلبة، بغض النظر إذا كانت هذه الدولة عمرها 200 عام ولا عمرها 50 عام. بالنسبة للفرد المواطن تصبح المواطنة هذه مهمة. أما إذا كان المواطن يعامل عبر قادة طائفيين، قادة طوائف، مجموعة من قادة الطوائف هم الذين يتعامل معهم الدولة، وبناء على علاقتهم مع هذا الزعيم الطائفي أو هذا الحزب، بناء على هذه يتلقى خدمات، يصبح انتماؤه أكثر لهذا الحزب، فالهوية المواطنية تضعف. إلا إذا كان هو شخص واعي جدا فكريا وأخلاقيا، وأصبح من كما قلت في بداية الجواب، أصبح من منطلق التحدي هو يشدد عليها. إذن الهشاشة والصلابة لا علاقة لها بشكل التاريخ الذي أنتج، التاريخ أعتقد الوطني الذي أنتج. لا أعتقد، شوف أنا يعني شكرا جيد أنه الواحد يوضع فوتنوت، ملاحظة هامش. وملاحظة الهامش هي أنه عادة لا يكفي الخدمات والمساواة أمام القانون وكل هذا، في بعد ثقافي، في بعد ثقافي يكثف أو يكثف هذه، يعطي كثافة لهذه الهوية، أو يجعلها ضامرة نحيلة فارغة من الـ من الـ من هذه المدى. لا، في حالات اللي الدولة فيها عميقة، مش عميقة، تاريخيا طويلة، يعني قديمة، ما فيش دول قديمة كثير، غالبية الدول دول حديثة، كل الدول دول حديثة، لكن في أحيان يكون عمق تاريخي أكثر، وبالتالي تشكلت عبر الزمن ثقافة أكثر كثافة من حيث اللهجة، أنواع الطعام، نوع اللباس، الانتماء للجماعة، تكون أكثف من غيرها. في حالات اللي عاشوا الناس تساكنوا طويلا في ظل نفس الإدارة، في ظل نفس الإدارة، نأخذ مثلا مصر، عمان، البحرين إلى حد ما أقل، تونس، هذه كيانات عاشت في ظل نفس الإدارة، يعني تساكن الناس في ظل نفس الإدارة إلى حد ما لفترة طويلة معقولة، يعني مثلا من 1830 فصاعدا، في حالة مصر 1830،
أنا لا أتكلم أبدا عن كل أساطير الفراعنة وغيره، هذا ليس مهما في حياة الدول. أنا بقصد الدول هي دول حديثة، هذا كله يكتب في التاريخ، مهم دراسته كذا، لكن ليس مشكلا أساسيا في الثقافة والوعي. في هذه الحالة طبعا الثقافة المشتركة تعطي متانة أكثر للمواطن. أما في الحالات اللي كان الكيان لم يكن في أي يوم كيان حقيقي، والاستعمار والتقسيمات الاستعمارية خلقته، تحتاج الدولة إلى بذل جهد أكبر في إعطاء بعد وجداني وثقافي للمواطنة، إلى بذل جهد أكثر. فإذا لم تفعل ذلك وبالعكس استخدمت يعني عبرت أو تعاملت مع المواطن عبر انتماءات أخرى مثل الطائفة والإقليم الإقليمية أو الجهوية أو العشائرية، طبعا يعني بدل أن تقوي المواطنة تضعفها. لكن الثقافة المشتركة طبعا ضرورية. طبعا في دول توجد فيها بحكم تعريف القوميات، الذي إذا أردت نتحدث عنه، بحكم تعريف القوميات تكون فيها أصلا قوميات مختلفة أو إثنيات مختلفة، هنا تصبح المواطنة جامع حقوقي قانوني يا حبذا لو يتحول إلى وطنية جامعة، لكن يجب أن نعترف أنه توجد ثقافتين. نحن سنتحدث عن مسألة القومية ولكن في حلقة أخرى دكتور عزمي بشارة، بس نبقى في مسألة الهوية الآن. لأفهم من كلام حضرتك الآن أن الهوية الوطنية الآن هي تضمر أو تشتد صلابة بحكم العلاقة بين بين الناس والدولة وقدرة مؤسسات الدولة وقدرة الدولة على أن تكون دولة مواطنة وليست دولة تمييزية. صحيح. أين نجد دولة المواطنة والدولة التمييزية في الحالة العربية كأمثلة ولو موجزة يعني إن شئت؟ يعني هذه مسألة أنا باعتقادي عربيا لم تنجز حتى الآن. في دول يبدو كذلك لأنها دول غنية وتستطيع أن توزع الثروة على المواطنين، يعني كما في حالة دول الخليج في ستاتوس واضح للمواطن في مقابل المقيمين الكثيرين في بعض الدول، هذا يعطي عمق لمسألة الهوية. كمان قدرة الدولة أن توزع الكثير من الخدمات بسبب الدخل العالي، ولكن هذا لا يعني إنه مسألة المواطنة بالمعنى الذي أتحدث عنه بمعنى المساواة أمام القانون وكذا إلى آخره أنجزت. لا، في غالبية الدول العربية يظهر الأمر بوضوح لأنه ليست لدى الدولة موارد توزعها، فيظهر الأمر يعني ينكشف الأمر بشكل واضح إنه لم تنجح غالبية الدول العربية، وإن حققت طبعا تقدم. شوف الدول العربية نحن حادين بشأنها كثيرا بالجلد الذاتي والنقد الذاتي نتيجة لطبيعة الأنظمة. نعم. أنه أنظمة فعلا يعني أنظمة يعني مشكلة أنظمة، لكن إذا نظرت إلى الدولة كمؤسسة هي حققت الكثير من الإنجازات، يعني منذ الاستقلال حتى اليوم، سواء على مستوى معدل الأعمار أو الخدمات للناس أو التعليم أو التربية مقارنة بما كان قائما قبل الاستقلال حققت الكثير. لكن هل تحولت إلى دول مواطنة بمعنى نجحت أنه تشكل علاقة فيها مساواة أمام القانون ومساواة في الخدمات ومساواة في الحقوق والواجبات؟ أشك في ذلك الحقيقة. طيب دكتور عزمي اسمح لي سنأخذ استراحة قصيرة ونواصل هذا النقاش مع ضيف هذه الحلقة المفكر العربي دكتور عزمي بشارة، وسنسأله بعد الاستراحة هل الهوية ثابتة أم متغيرة؟ هل شعور المصري على سبيل المثال بمصريته هو ذات الشعور قبل وبعد عام 1952؟ وهل شعور الإنسان في الخليج ما قبل النفط هو ذات الشعور في مرحلة ما بعد اكتشاف النفط؟ فاصل قصير ونعود. أهلا بكم مجددا. الهوية والهوية العربية، المحددات والإشكالات، موضوع هذه الحلقة من قراءة ثانية، ومعي لمناقشته المفكر العربي دكتور عزمي بشارة. دكتور عزمي مرحبا بك مرة أخرى في هذه الحلقة، حلقة خاصة في الحقيقة في هذا الموضوع تحديدا، وهو موضوع كما تعرف حضرتك موضوع مهم رغم ما يبدو من سهولة السؤال لأنه معقد في نفس الوقت، موضوع الهوية. أريد أن أنتقل إلى سؤال يتعلق الهوية بين الأمة والوطن والدين، وهذه أيضا مسألة كما تعرف حضرتك شائكة، يعني
مثلا لنأخذ على سبيل المثال اليوم الدولة المركزية الكبيرة عدد السكان الأكبر الحضور الثقافي هي مصر، يعني هل المصري هو مصري عربي أم عربي مصري، هل هو قبطي مصري أم مصري قبطي، يعني كل هذه الإشكالات. والسؤال ذاته عن العراق أيضا، هنالك تنوع كبير في العراق وفي بلدان أخرى بطبيعة الحال. نعم طبعا هو يعرف ذلك، هو مش ليس أنا المصري، هو يعرف هل هو عربي أولا ثم مصري ثانيا أم مصري، يعني هذا هو يعرفه. لكن الأمور عادة فيما عدا تعريف الناس لأنفسهم في أمور خارج ذلك، هي المؤسسات وسياسة الدولة تخلق الانطباعات مختلفة، وهذا يعطي أولا يغير فعلا في تعامل الناس مع أنفسهم بسبب تغير تعامل الدولة، وأيضا يعطي صورة إيمج للمصري قد قد يذوتها يتقبلها يستبطنها يقبلها عن طريق برامج التدريس عن طريق الإعلام عن طريق كذا. لكن قضية معقدة، ليس أن أقول أنا وأعرف والله المصريون هم كذا وكذا، هم يعرفون أنفسهم لكن لا يعرفون أنفسهم بحرية مطلقة في تأثير إعلامي عليهم وبرامج تدريس وفي تأثير من الدولة إلى آخره. الآن القضية تتغير، يعني مثلا حكم مصر في بداية القرن التاسع عشر شخص لم يتكلم العربية طوال حياته، تكلم التركية اللي هو التركية العثمانية وهو ألباني يعني محمد علي، وهذه السلالة حكمت مصر وهم لا هم مصريين ولا هم عرب واعتبروا مؤسسي الدولة المصرية. الآن الهوية المصرية الحديثة تأسست في داخل الدولة وفي إطار الدولة، لكن خلال هذه الفترة ماذا تكلم المصريون؟ اللغة العربية، النهضة العربية الحديثة جزء أساسي منها جرى في مصر، شارك فيها شوام اللي هم الآن لبنانيين فلسطينيين أردني سوريين، لكن سموا شوام، لم يسموا كل هذه التسميات، في مصر سموا شوام، شاركوا هم ومصريين سوية في صناعة النهضة العربية الحديثة والنهضة العربية باللغة العربية وكذا، وأصبحت هذه النهضة الثقافية أساس القومية العربية، الثقافة الإثنية أساس 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 الشعور القومي المشترك عبر الطباعة عبر وسائل الإعلام، لكن الناس كانوا عرب وهم أيضا مصريون لأنه في شيء اسمه مصر عبر التاريخ، في ولاية في ولاية مصرية في زمن الخلافة الإسلامية، في ولاية مصرية في تحت العثمانيين، في إدارة مصرية، في دولة مصرية لاحقا، إذن في هوية مصرية مشتركة، لهجات مختلفة طبعا، في لهجة طاغية لكن الحقيقة مصر فيها لهجات مختلفة، الصعيد لهجته مختلفة عن الشمال إلى آخره، لكن في لهجة طاغية. طيب. الآن في مصريين مسلمين، في مصريين أقباط، هذه الهويات تؤثر كثيرا كيفية تعامل الدولة. مثلا في المرحلة القومية مرحلة الناصرية شددوا أكثر على هوية مصر العربية كونها جزء من الأمة العربية، وليس من بداية عهد الناصر على فكرة، في الجزء يعني منذ التأميمات عندما أصبح فضاء العربي يشكل أهمية استراتيجية لمصر، بدأ التشديد على الهوية العربية اللي هي يعني اللي هي تؤكد على دور مصر القيادي، يعني في شيء وطني مصري بالتأكيد على الهوية العربية من مصر لأنه مصر هي قائدة العالم العربي، هو تأكيد على العروبة ولكن أيضا تأكيد على دور مصر الوطني، ففي شيء مصري وعروبي في الوقت ذاته. الآن الرسالة التي ذهبت نحو الأدنى بالأفلام بالأغاني ببرامج التدريس هي الهوية العربية، تشديد عليها مع افتخار بأنه مصر، تقول إذن مشيوا مع بعض الهويتين. الهوية الطائفية تقريبا هم مشت تماما لأنه كالتعامل مع المواطنين إما كعرب أو كمصريين. طبعا الأقباط داخليا كان عندهم دائما شعور أنه تاريخهم ليس في مناهج التدريس، التاريخ غير العربي لمصر غير قائم في مناهج التدريس. هلأ هم وبقية المصريين إثنيا نفس الأصول، جزء أسلم وجزء بقي على دينه. تقصد التاريخ غير العربي أم التاريخ غير الإسلامي في مصر بالنسبة للأقباط؟ بالنسبة لهم التاريخ غير الإسلامي لمصر مش موجود بمنهج التدريس، مش موجود يعني. تمثيلهم طبعا أصبحوا مواطنين في ظل حكم محمد علي، وانتهى فكرة الذمية، ألغيت في عهد إسماعيل، ألغيت تماما خديوي إسماعيل، وأصبحوا مواطنين مصريين واستمر هذا، لكن وجودهم في الحياة السياسية المصرية وكذا ازدهر في نهاية المرحلة الملكية بشكل خاص. في مرحلة معينة مثلا مع نشوء التيار الإسلامي الذي يشدد على أن مصر دولة إسلامية ويجب أن تحكمها الشريعة، تزداد الهوية القبطية
يزداد الأقباط كما قلت لك رد فعل، يزداد التشديد على الهوية الطائفية والهوية الكنسية إلى آخره. فهذه الأمور المتغيرة، نعم متغيرة، يعني التشديدات تتغير حسب السياسة، حسب موقف النخب، حسب دور المؤسسات تتغير. نعم. طيب أشرت إلى محمد علي، يعني طبعاً لم نتحدث عن العراق، لا لكن سنتحدث عن العراق، لكن فقط أنا استوقفتني مسألة هنا تتعلق بمحمد علي وسلالة محمد علي التي هي أسست مصر الحديثة التي نراها اليوم. محمد علي كما ذكرت حضرتك لا يأتي من خلفي من من قومية عربية، هو رجل ألباني لا يتحدث العربية، ولكنه اليوم ينظر إليه في التاريخ وفي السرديات التاريخية أنه مصري، هذا أنه مصري هو وسلالته جميعهم، يعني مصريون، يعني هذا يضعف ربما جاء الجانب الثقافي في مسألة الهوية، بمعنى أن الهوية هي فعل وطني أيضا. لا لا هو شوف 100% معك حق، أولا هو الرجل أقام مصر بالقوة، يعني عبر بناء الجيش وكذا، يعني ويعني فرض نظام داخل مصر عبر تجديد القوانين وكذا، وبالاستفادة من التجربة النابليونية والاطلاع على الثقافة الفرنسية وطريقة إدارة الدولة الفرنسية، الأمر حصل بالقوة ومن فوق، هكذا حصل التحديث وبناء المؤسسات وكذا وقيمة. الآن بأثر تراجعي، لأن مصر تريد أن تكتب تاريخها الوطني وطبيعة كل الدول تصنع هذا، ينظر بأثر تراجعي يكتب التاريخ، يسقط صفات اليوم مصر وطنية وكذا على الماضي، نحن نسقط على الماضي أفكار المعاصر فنجعل منه مصريا وكذا. طبعا هو والي عثماني، يعني أهم ما فيه أنه هو والي عثماني، وهذا أكثر ما حدد تصرفاته يعني الحقيقة، وطموحه وطموح سلالته إلى آخره. لكن هل هو مؤسس مصر الحديثة بمعنى ما؟ نعم طبعا، ليس بدون الناس والفلاحين والكادحين والمثقفين، ليس بدونهم طبعا، لكن من فوق، هي أسست من فوق في النهاية، وأسست من فوق وبالقوة، مثل دول العالم، مثل غالبية الدول الحقيقة، وليس دول العالم خالص. نعم غالبية الدول، يعني الحالة المختلفة هي الحالة الأوروبية اللي ظهرت فيها الدولة أول ما ظهرت، لكن حتى هناك كان في دور للطبقات الحاكمة من فوق في فرض نوع من الريجيمنتيشن، نوع من التنظيم على المجتمع. فطبعا في أسباب مختلفة اقتصادية وغيرها، والصراع مع الكنيسة، أمور مختلفة ليس مجالنا. طيب نشوء الدول إن شاء الله مرة نتحدث عنها. طيب ذكرت أنه لا توجد يعني الحالة الطائفية أو الوطنية، في الحالة الطائفية في المسألة الوطنية في مصر ليست موجودة، ولكنها موجودة في العراق. لا، في تجانس إثني مصري رائع، يعني في تجانس حقيقي تراه، يعني مثلا في ثورة 25 يناير رأيناه في لكن السياسيين والمزاودات الحزبية والحركات الدينية وغيره في كثير من الحالات أعادت إحياء شروخ طائفية وسيست الشروخ الطائفية، وردود فعل الكنيسة أيضا القبطية رجعت شيء. لكن بالمجمل مصر من الدول المؤهلة أن تكون دولة ديمقراطية، لأنها يوجد فيها تجانس وممكن التغلب على المسألة الطائفية فيها، لأنه في شعور مصري قوي بالانتماء لمصر، فهي من الدول المرشحة دائما. لماذا تفائلنا خيرا في 25؟ أنه الدول المرشحة فعلا أنه لا توجد فيها شروخ اجتماعية عميقة عمودية تقسم المجتمع يعني، لكن لما تنشأ حركات دينية وتسيس الدين وتسيس الطوائف طبعا يحصل ما حصل. طبعا كما قلت لا شيء نهائي، يعني أمور تصنع. وفي حالة العراق هي حالة نموذجية الحقيقة لتعدد إثني، فيها أغلبية عربية العراق وفيها أقلية كردية، إذن لا توجد هوية قومية عراقية جامعة، المواطنة هي الأمر الوحيد الذي يمكن أن يجمع العراق. الغالبية الساحقة من السكان هم عرب. الاكسبيرمنتيشن، التجربة التي انعملت التي صنع وفرضت بالحرب وبالنخب الطائفية التي أسهمت في دعم الاحتلال العراقي، فرضت محاولات لتهميش الهوية العربية للعراقيين، فماذا كانت النتيجة؟ انقسام طائفي شيعي وسني. يعني ثبت أنه البديل الهوية العربية للغالبية في كل المشرق العربي، سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والجزيرة العربية ودول الخليج كلها، البديل للهوية العربية ليس هوية محلية، لأنه ليس فيها بعد ثقافي خاص يعني، وإنما
انقسام طائفي أو انقسام قبلي أو انقسام عشائري. الهوية العربية هي الهوية الثقافية الجامعة للغالبية العربية، مثل ما الهوية الكردية هي الهوية الجامعة للأكراد اللي إذا ذهبت هذه ينقسمون إلى قبائل عندهم نفس مشاكلنا على فكرة يعني. فهم يعني متمسكين بهويتهم القومية الكردية خاصة في المناطق الطرفية يعني شمال العراق إلى آخره، في المدن غالبا الأكراد اندمجوا بالعرب وتعربوا يعني. والعرب يجب أن يتمسكوا بالهوية العربية لأن البديل لها هو الهوية الطائفية. الآن يبقى المواطنة، بالتأكيد المواطنة قد تكون في حالة دولة العراق دولة ريعية تقدم خدمات، ويفترض لولا الفساد أن تقدم خدمات، إذا تعاملت مع المواطنين بتساوي على الرغم من بالرغم من الاختلاف في الانتماءات الطائفية والعشائرية والجهوية والإثنية، طبعا تكون المواطنة قوية، ممكن أن تكون مواطنة متينة وتحافظ على وحدة العراق. وطبعا المواطنة هذا فاتني أن أذكر في كلها، طبعا تتضمن أيضا واجبات. المواطنة هي وحدة من الحقوق والواجبات، يعني الانتماء لا يكون فقط بأعطني، في انتماء أيضا ماذا تعطي أنت للقضاء الفضاء العام، ماذا أنت تعطي لمجتمعك ولدولتك. المواطنة أيضا مسؤولية وليست مجرد مطلبية تطلب تذمر مستمر، ولكن هذا تحكمه تشريعات وقوانين، تحكمه تشريعات وقوانين، لكن أيضا يحكمه شعور بالانتماء. إذا أنت عندك انتماء للوطن ولفكرة يعني أنت تشعر بمواطنتك فعلا يعني، وفي انتماء للوطن، المواطنة هي حقوق وواجبات. طيب غياب الانسجام كما أشرت في العراق، هل هو قديم؟ هل يعود إلى منذ نشأة العراق الحديث مثلا في 1920؟ لأننا يعني لم نرى هذا الانفجار الطائفي إلا بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003. أتفق معك تماما. فيعني كيف كان مخفيا؟ هل صخرة الاستبداد ما قبل الاحتلال، الاحتلال ليس حلا للاستبداد بطبيعة الحال، ولكن هل كانت تلك الصخرة هي التي تكتم كل هذه الطائفيات الموجودة؟ نعم، في ميل لهذا التحليل وفي منه الحقيقة بعض الحقيقة، ولكن ليس صحيحا 100%. يعني في محاولات للقول والله كل عمرنا طائفيين ودائما كنا طائفيين لكن الاستبداد غطى علينا وشيلت قشرة الاستبداد، لا مش صحيح الحقيقة. لا مش صحيح، كانت في فترات بالحركات الوطنية والاستقلال كان الناس يناضلون سوية وعيشون، وكان يخجلوا أن يعبروا عن هويتهم الطائفية أمام بعض. كانوا الأصدقاء في الوطن العربي لا يعرف أحدهم طائفة الآخر ويخجل أن يسألوا حتى، وأنا بعتقد هذا كان خجل صحي. لأن الآن تهميش الآن كل شيء وهذا جلد الذات واعتبار كل ماضينا ماضي سيء غير صحيح، غير صحيح. كان في تيارات وطنية حاربت من أجل الاستقلال سوية، كان في شيء صحي في المدينة العربية، كان في شيء صاعد، كان في اعتزاز بالثقافة العربية، هذا كان شيء نهضوي، كان في شيء نهضوي فينا في الانطلاق نحو المستقبل في بناء دول حديثة. غير صحيح أن الشيعة كانوا يشكلوا طائفة من ميليشيات مسلحة، لم يكونوا كذلك. صحيح كان في مؤسسة شيعية، صحيح كان عندها مشاكل مع الدولة العثمانية ولا تراها شرعية، وفي بعض الأحيان المؤسسة الحوزة كانت ترفض أن يذهب الناس إلى المدارس، لكن في فترة الصراع ضد الإنجليز ضد المحتل الأجنبي لا، حصل في تبلور وهوية وطنية. طبعا العثمانيين أيضا ميزوا ضد الشيعة لا شك، لكن في فترة النضال ضد الاستعمار بدأت بالتدريج والتمدين urbanization وحياة المدينة بدأ يصير في انسجام حقيقي، ونشأت حركات وطنية وأحزاب، أحزاب قومية وأحزاب يسارية مؤلفة من كل الطوائف. هلأ طبعا بالتأكيد لم تختفي الطائفية، لكن الطائفية أي طائفية؟ طائفية اجتماعية، انتماء اجتماعي للطائفة، ممارسة طقوس وعبادات سوية. لكن لا أعتقد أن الطائفية السياسية ظاهرة قديمة عندنا كانت دائما قائمة، وهذه الطائفية العابرة للحدود يعني هذه ظاهرة حديثة تماما. الطائفية في بلادنا شيء محلي، شيء محلي تنتمي إلى كوميونيتي محلية قد تتعصب لها. حروب شوارع أحياء بغداد قائمة منذ القرن الرابع الهجري، بس حروب من أحياء، يعني ليست طوائف عابرة للحدود تدخل في صراعات تستغلها دول، لا، هذه ظواهر جديدة. وأنا أعتقد أنه من بركات من لعنات الاحتلال العراق نزل المشرق العربي يعيش هذه اللعنة حتى اليوم، أنه في دول تتبنى طوائف وأنه الطوائف تتحارب والأمر يمتد إلى سوريا وبهذه الطريقة. كان لبنان استثناء، يعني حالة الطائفية السياسية في لبنان حالة استثناء معروفة
معروفة وفي إلها قواعد منظمة، اللعبة منظمة، إنه هذا التوافق طائفي في لبنان وإنه فيه هنا تعددية طائفية في لكن أن تمتد بهذا الشكل للمشرق العربي، لا، هذه ظاهرة جديدة وأنا أعتقد ظاهرة سيئة. والنخب السياسية التي استغلت الطوائف للتواطؤ مع المستعمر أو المحتل ولاحقا رد الفعل ربما حتى أكثر طائفية المتمثل بالحركات الجهادية المسلحة التي أيضا راهنت على طائفية ضد الطائفية الشيعية أو الطائفية السياسية الشيعية، طبعا هذه أنا بعتقد قضية جديدة. لا، مش صحيح أنه دائما كنا هكذا. هل يمكن وهذه لعنة يعني الحقيقة؟ نعم. طيب. شيء سيء. هل يمكن أن أفهم من كلامك دكتور عزمي أن هنالك طائفية حميدة؟ لأن الصورة العامة الآن مفهومة لدى الجمهور أن كلمة الطائفية دائما تذهب إلى ما هو سيء، إلى ما هو سلبي، لأنه نعني فيها الطائفية السياسية. الحقيقة الطائفية السياسية نعم شيء سلبي، لا يمكن أن تكون. أعتقد شيء. هذه محتاجة أنه تفسر لأنه لا يمكن أن تكون طائفية سياسية حميدة، لأنه في نهاية الأمر هي تضرب المواطنة وتضرب الدول، هي تتعامل مع الدولة كغنيمة. الطائفية السياسية تدفع نحو ليس المواطنة المتساوية ولا التعددية السياسية حول الصالح العام. لا ترى أصلا صالح عام، ترى فقط صالح الطائفة. طبعا صالح الطائفة من منظور من يتحدثون باسمها، ليس من منظور أبناء الطائفة الذين يتحولون، يعني يحولون ويعاملون كقطيع لزعماء الطوائف الذين يتقاسمون الدولة وكأنها غنيمة. هذا يمنع التطور، يمنع النهضة، يمنع العمران، التطور العمراني، يتعامل مع الدولة كبقرة حلوب، يمنع تراكم الثورة والتخطيط للمستقبل. فقط كل الوقت عملية نهب وتقاسم للدولة كأنها غنيمة من دون إمكانية أن تتطور مواطنة وتعددية ديمقراطية ورخاء اقتصادي. طبعا هذه رأينا النتائج في لبنان وفي الدول، وطبعا دول لبنان ليس دولة رعية، ولكن في بلد العراق يغطي عليها الدخل النفطي ولكن يمنع أي تطور في العراق، يعني أي تنمية حقيقية اقتصادية في بلد مثل العراق. ورأينا النتائج في سوريا أيضا عندما تحول، يعني نجحوا في تحويل، نجح من نجح في تحويل ثورة من أجل الديمقراطية والمساواة إلى صراع طائفي. رأينا النتائج. الطائفية السياسية لنا، لكن الطائفية الاجتماعية المحلية الكوميونتي قادة التعاضدية، يعني أوقاف، مدارس، خدمات، مثل الأوقاف العائلية. أنا أعتقد هذه ظاهرة صحية على فكرة، لولاها لكثير ناس بمجتمعاتنا أفقروا فقرا شديدا وماتوا الجوع. يعني هذا التعاضد الاجتماعي، وهذا تمييز مهم دكتور عزمي. هذا التعاضد الاجتماعي أخ محمد الآن الجاري حاليا هو اللي معيش الشعب السوري والشعب اللبناني في هذه الظروف. التعاضد الاجتماعي، الناس من برا بتبعت فلوس لأهلها، الريميتنسز، هاي العائدات العمل في الخارج، على ماذا تعتمد؟ علاقات عائلية، وفي بعض الحالات أوقاف، علاقات طائفية. وفي شيء أجمل، في مرات أوقاف طائفية تنشئ مدارس يتعلم فيها ناس من جميع الطوائف، وتنشئ مستشفيات تتعلم فيها ناس من جميع الطوائف. أنا أفكر هذا ليس شيء سيء، حتى لو أنه ليس مناسبا للغرب، لكن إحنا في مجتمعنا وثقافتنا أنا لا أرى شيء سيء. طيب نحن الطائفية السياسية هي اللعنة. نعم. الذين يسيسون هذه الانتماء. نعم. طيب تحدثنا الآن إحنا عن الهوية الهشة والهوية الصلبة، لم نتحدث إذا ما كانت الهوية متغيرة، متأثرة بالاقتصاد، متأثرة بالعولمة، بالتحولات الثقافية، باللغات العابرة. يعني اليوم نحن مثلا علاقة الأجيال الجديدة في هذه المنطقة إذا كانت اللغة عنصر مكون أساسي من عناصر الهوية الثقافية التي نتحدث عنها، فاليوم أمام أجيال لا تتحدث العربية أو تتحدثها بصورة ثانوية، يعني اللغات الأخرى هي اللغات السائدة في التعليم وفي شبكات التواصل الاجتماعي وحتى في البيوت. سؤالك طبعا واسع كثير، لكن أخذ نقطة الأخيرة منه لكي يكون عيني، يعني اللي هي قضية اللغة، لأنه باقي القضايا تفرقنا لبعض، لكن اللغة، مع أنه حتى اللغة موضوع واسع جدا. أولا من ناحية الهوية العربية، هوية ثقافية قبل تسييسها قوميا تصبح قومية، هي أولا هوية ثقافية تعتمد على اللغة والثقافة المشتركة، لا تعتمد على النسب ولا على الحسب. سبق تحدثنا سوية أنه النسب، التأكيد على العروبة بالنسب هي ظاهرة من العصر الأموي ضد الموالي، ضد الشعوبية، ضد كذا. من يريد أن يؤكد أنه عربي كان يؤكد على عروبته بالانتساب إلى قبيلة كذا، ونشأ علم أنساب، نشأ علم أنساب للتأكيد. هذا كان طريقة الانتساب إلى العرب، لكن طبعا الأمور اختلفت من إحنا مرت آلاف السنين، يعني أو يعني أكثر من 1000 عام، 1300 عام من تلك الفترة، ونحن
الآن في مرحلة القبائل والعشائر والطائفة انصهرت في المدن وفي التنقل وفي تنقل العرب حتى إلى قارات من آسيا إلى أفريقيا وبالعكس انصهروا. في الآن هوية عربية تقوم على اللغة والثقافة أول ما تقوم عليه. طبعا كون اللغة هي لغة القرآن أيضا ساهم في تمتينها وفي مركزيتها، لكن لا هي أيضا لغة الحياة اليومية. لا أخشى على اللغة العربية، ليست لدي خشية على اللغة العربية، حتى لو الشباب دخلوا كلمة إنجليزي هون كلمة غاد، لأنه ليست لدينا بديل لها. طبعا توجد محاولات مستمرة من قبل الناس الذين يعتقدون أنه الهويات المحلية يجب أن تكون على حساب الهوية العربية، فيصنعون هويات طائفية، هذا ما يصنعونه. أو بدل أن يصنعوا لغات محلية، لا توجد لغات محلية لدينا، توجد لهجات، يدخلون الإنجليزية أو الفرنسية، هذا الذي يحصل. لكن لا توجد دول أخ محمد، لا توجد في العالم كله دول بدون لغة معيارية. أنت تحتاج لغة معيارية، لغة القوانين، لغة التدريس في المدارس، لغة العلوم، لغة الصحافة، لغة الإعلام، لغة يشيد من خلال المجتمع، ولا نكون يعني ناس تائهين على وجهنا، يعني بدون شيء جامع، من دون. وفي حالتنا لا يوجد بديل للغة العربية. شوف جنوب السودان ليسوا عرب، أوكي، ليسوا عرب، تخلوا عن السودان، ما حصل بالتوافق يا سيدي، دعنا من الحروب والمصايب اللي صارت. لو السودان حافظ على المواطنة لم احتاج إلى ذلك. صاروا بدهم يعملوا جهاد على أهل جنوب السودان، وأهل جنوب السودان أصلا ليسوا مسلمين وليسوا عرب. طيب انتقلوا الآن، ما هو بديلهم للعربية؟ تعرف كم لهجة فيه بجنوب السودان؟ كم لغة؟ كم لهجة قبلية فيه بجنوب السودان؟ ليس لديهم بديل. يتحدثون الإنجليزية فيما بعض بين بعضهم، والعربية، العربية أكثر انتشارا من، ما زالت، لا أدري ماذا سيفعلون بالمستقبل، لكن ما زالت اللغة العربية هي الأكثر انتشارا للتفاهم. فما بالك بشمال السودان ومصر وسوريا ولبنان والمغرب؟ ليس لدينا بديل. الدول تحتاج إلى اللغة، والعبث بهذا الموضوع فقط يضر، لا يفيد إطلاقا. هلأ توجد أقليات أو جماعات تحتفظ بلغتها، حقها، يعني لغة قديمة، لغة إثنية، مثلا توجد بعض القرى في سوريا ما زالوا يتحدثون اللغة السريانية القديمة، حقها يعني أن يستخدموا. وفي محاولات لإحياء لغات في بعض، غالبا بريئة ثقافتنا ونعتز بها ونريد أن نحيها، وفي بعض الحالات حاول الاستعمار أن يفعل ذلك، يعني أن يقومن جماعات أقلية، عندنا تحديدا أكثر في أكثر حال الاستعمار الفرنسي. طبعا أنا لست ضد أنه في حال وجود تعددية لغوية حقيقية، يعني يوجد لغات غير عربية مثل اللغة الكردية، مثل بعض اللهجات الأمازيغية التي تجري توحيدها الآن في محاولات لتوحيدها، على فكرة ليست لغة صعب توحيدها وكتابتها حتى بأحرف تصنع خصيصا لها، يعني نتأمل لهم النجاح، ما في مشكلة في هذا، لكن ليست بديل للعربية. تمام. طيب في أنا وأنا أقرأ كتابك دكتور عزيم شارف، المسألة العربية مقدمة لبيان ديمقراطي، استوقفتني هذه الجملة، أريد نفسرها ونحن نقترب من نهاية هذه الحلقة على أي حال. قلت أن وحدة الهوية العربية وهم لا تسنده الوقائع. أنا أقصد بالوحدة التجانس، يعني وحدة الهوية العربية بمعنى الاعتقاد أنه كل العرب من المحيط للخليج وحدة واحدة مونوتونس متجانسة. لا، في تفاوت، يعني العماني يعتز بعمانيته والمغربي يعتز بمغربيته، وأنا بعتقد أنه هذا ليس سيء، يعني وأنت ترى الناس في ملاعب كرة القدم المغربي يؤيد فريقه والجزائري وكلاهما يؤيد فلسطين، وأنا سعيد بذلك، أوكي. فهذا طبعا مع الوقت ومع التنافس ومع تعامل كل دولة مع مواطني الدولة أخرى كمواطني تلك الدولة، بمعنى حين يزور المغربي تونس الشرطة التونسية تتعامل معه كمغربي، فهذا يؤكد على هويته المغربية. إذن الدول مع الوقت تصنع هويات، في هوية عربية جامعة لكنها متنوعة، ويجب أن نقبل أنه هذا واقع الآن وأصبح متنوع. القطري هو قطري، والعماني عماني، والإماراتي طبعا عدة إمارات، لكن يحاولون أن تكون هوية واحدة إماراتية. فهذه ولكن العروبة قبل القطرية أو الوطنية، الهوية يعني هي الثقافة الجامعة لنا. نعم محمد، هي الثقافة الجامعة. هذا عكس أوروبا مثلا، أنت أيضا أشرت. لا هذا طبعا يختلف تماما عن أوروبا. لأن قلت أنا برأيي أنه الفرنسي هو أوروبي لأنه فرنسي، يعني هو أولا فرنسي ثم أوروبي. بالعكس ليس صحيحا، يعني لكن العربي ينتسب إلى العروبة بحكم الثقافة والهوية بدون واسطة الدولة التي يعيش فيها. الدولة ليست واسطته إلى العروبة، هو أصلا عربي، هو وثقافته عربي، ولكن يجب أن العروبة أصبحت الآن تحتمل أنه نحن
يعني عراقيين وسوريين ولبنانيين وكذا. وأنا أعتقد أنه هذا ليس أمر يضر، بالعكس يضفي تنوع. هذا ضمن التنوع والثراء في هذه طبعاً الثقافة العربية. وطبعا الطوائف أيضا ضمن نعم الثراء. طيب دكتور عزمي بشارة المفكر العربي المعروف، شكرا جزيلا لك. شكرا. مشاهدين الكرام، إذا انتهى وقت هذه الحلقة من قراءة ثانية. أشكر متابعتكم، وحتى ألتقيكم في نفس هذا الموعد الأسبوع المقبل وقراءة ثانية جديدة لموضوع آخر. تقبلوا تحيات زملائي فريق البرنامج، وتحياتي أنا محمد اليحيائي. إلى اللقاء.